أهلا وسهلا بكم في موجز أخبار مشاهير الكيب هوب. دونغ هاي من فرقة سوبر جونيور رح يخضع لعملية جراحية في الركبة، واللي شارك جميع المعجبين عبر تطبيق بابل إنه قد تم إدخاله إلى المستشفى ليخضع لعملية جراحية قريبا. وسافن فيتس شاكو أطلقوا أسماء الشخصيات اللي رح يأدوها بي تي اس من خلال تعاونهم مع ويبتون بتاريخ 15 جانوري، والمفاجأة بأنه اسم شخصية جانكوك في المسلسل هو زيها، وهي كلمة عربية تعني الفرح والسعادة، وجيمين بشخصية هارو، وآريم بشخصية دوغيون، جين بشخصية هوان، وجيهوب بشخصية هوسو، وفي بشخصية جوان، أما شوغا بشخصية كين. كما وأصبحت أغنية كريسمس تري لفي أسرع أغنية من فرد لمغني كوري تتجاوز 20 مليون ستريمز على سبوتيفاي. ويصنف جين من بي تي اس ضمن أفضل 20 شخصية مؤثرة على إنستغرام في أمريكا، ولو تلاحظوا بأنه جميع أعضاء فرقة بي تي اس متواجدين بالقائمة. وفاجأ مينهيوك عضو فرقة بي تو بي جميع الفانز وقدم لهم هدية من خلال الكشف عن مجموعة من الصور لجسمه المنحوت بشكل مثالي واللي تفاخر بعضلات جسمه. وبالنسبة إلى ألبوم توايس فورميلا أوف لاف واللي أصبح ثاني ألبوم لفرقة فتيات كورية المتواجد على مخطط بيلبورد 200 لمدة 8 أسابيع متتالية. كما أنه فرقة توايس هم الفنانات الوحيدات اللي احتلوا المراكز العشرة الأولى في مخطط مبيعات العشر سنوات على جاونت تشارتس ليحصلوا على لقب ملكات الكيبوب لمبيعات الألبومات Queens of K-pop Album Sales. والمغنية تيون من فرقة Girls Generation بدأت بالترويج لإطلاق أغنية من فردة ما قبل الإصدار بعنوان Can't Control Myself بتاريخ 17 جانوري. هيونين كاي عضو فرقة تومورو باي توجذر واللي يشبه ويتصرف تماما مثل والده، فوالد هيونين كاي كان نشط في السابق كمغني ونجم تلفزيوني في الصين، لكن يلي فاجأني هو اسم والده نبيل ديفيد هيونينغ وكأنه اسم عربي. أما سوبين من فرقة تومورو باي توجذر واللي تكلم وبكل صراحة لماذا لم يقم بفتح حساب شخصي على إنستغرام، تحديدا بعد ما سألوا الفانز متى سيقوم بفتح حسابه، واللي رد وقال إنه لن يفتح حساب على إنستغرام والسبب لأنه كسول. كما واعتذرت وكالة إدام انترتينمنت التابعة للمغنية IU عن الأخطاء المتواجدة في صندوق ومواد التقويم الخاصة بسيزنز غريتينجز لتحية الموسم لعام 2022 للمغنية IU. وتجاوزت أغاني اللي شارك فيها شوغا من BTS إجمالي 500 مليون ستريمز على سبوتيفاي. وما زال بام بام من فرقة GOT7 سابقا عم بروج لإطلاق ثاني ألبوم مصغر بعنوان P بتاريخ 18 جانوري، كما أنه الفرو الأصفر والأبيض طالع عليه يشرشر كياتي. وهم بعد ما زالت مون بيول من فرقة ماما مو عم بتروج لإطلاق ثالث ألبوم مصغر بعنوان Sex Sequence بتاريخ 19 جانوري. شكرا للمشاهدة، بس لا تنسوا الاشتراك ونشر الفيديو.